السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكون أحوالكم مزيانة إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم في تحضيرات رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية إن شاء الله. غادي ندير اليوم شباكية طريقة مبسطة وسهلة بالنسبة للبنات المبتدئات اللي الله غادي يجربوا يديروا الشباكية وما كيعرفوش. أنا جبت لكم واحد الطريقة سهلة أي وحدة غادي تقدر ديرها، وحتى بالنسبة للشباك طريقتي سهلة مهلة دغيا غادي تقدوها ان شاء الله. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات انا هنا غادي نعطيكم قياس كيلو ديال الدقيق، اللي بغات دير غير نص كيلو تنقص من المكونات الاخرى. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق، الدقيق الابيض يكون نوعيه ممتازه. عندي واحد كاس وربع ديال ماء الزهر اللي وضعت فيه شعيرات ديال الزعفران شعره، اللي ما عندوش زعفران شعره يقدر يدير ملون غذائي اولا الخرقوم بلدي. هنايا عندي كاس معامرش ديال الزبده دائبه، كاس معامرش ديال زيت المائده، وكاس ديال الزنجلان اللي نقيته وحمرته غير شويه وطحنته حتى تنيل ورجع هكا، وكاس ديال اللوز ما حمرتوش غير مسحته حتى هو طحنته مزيان. ضروري طحنوه مزيان باش ما يقطعولناش العجينه فاش نكونو كنخدمو اولا تغربلوه. المهم هو يكونوا منيلين مزيان، ما يكونش كاع فيهم حبيبات. وهنايا عندي واحد القبصه ديال الملح، هنايا عندي جوج حبيبات ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال القرفه، وهنا عندي شويه ديال خميره الخبز اللي درت لها شويه ديال ما زهر هكا باش ترطب ما تبقى ليش حبيبات فاش نعجنها. تقدروا تستغناو عليها الا ما عندكمش ولا ما بغيتوش ديروها. هنايا عندي معلقه كبيره ديال النفع البلدي اللي حمرته غير شويه وطحنته وغربلته حتى هو مزيان، وهنا 4 د المعالق كبار ديال الخل. وهنايا عندي خميره الحلويات من وزن 7 غرام، نسيت انا ما وريتها لكمش مع المكونات فضروري نضيفوها. ندوزو لطريقه التحضير. وضعت الدقيق من بعد ما غربلته هنايا في العجانه، انا غنعجن في العجانه، نتوما الا ما عندكمش العجانه عجنوا بيديكم. وغادي ندير كاع المكونات. اللوز غير مسحته من الغبره ما قليتوش، والزنجلان حمرته شويه وطحنته، نافع حتى هو غير سخنته شويه وطحنته، قرفه سكر حره داك شويه ديال الخميره نتوما كتشوفوا، الخل ما زهر الزيت والزبده. غادي نعجن كلشي، والا احتاجيت نزيد جاتني العجينه قاصحه بزاف غادي نزيد شويه ديال الماء. غادي نخدمها مزيان، وضروري ما نديروش العجينه مطلوقه، خصنا نعجنوها شويه قاصحه حيت اصلا هي من غادي نخليوها ترتاح تطلق، وفاش غنبقاو نخدموها غتعذبنا وتبقى تقطع، فلهذا ضروري خاصكم تعجنوها قاصحه. انا داك النتيفه ديال الملحه ما درتهاش نديرها، كيف كتعرفوا ضروري كنديروا شي شويه ديال الملحه واخا غادي تجي حلوه باش ما كتجيناش الباسله. صافي غنخليها تعجن مزيان، ولا بان ليا خاصه الماء غادي نزيدها شويه الماء. صافي هي تخدمات لي مزيان، هذا هو القوام اللي حصلت عليه، ما نطلقاش هي هذيك. انا ضفت ليها 4 كاس ديال الماء، نتوما على حسب الدقيق ديالكم واش كيتشرب الماء بزاف ولا لا. دابا غادي نديرها هنا نخدمها شويه، نزيد نجمعها بيدي.
وصافي هانتوما كي كتشوفوا راه ما جارياش ولا زعما مطلوقه ها راه قاصحه شويه مين غنخليها ترتاح نديرها في الميكا بلاستيك ديك الساعه غادي تسلق. دابا غادي نقسم العجين ديالي ضروري ما نوضعوا العجين في بلاستيك غذائي باش ما يبسناش. صايبو ما كنقادهم بيدي ونحطهم دابا غادي ناخذ العجينه وغنطلقها على شكل طولي على هذا الشكل من بعد غنطويها على أربعة هكا باش يجينا فيها ديك التوراق من نقليوها. انا من بعد ما ساليت الكميه ديال العجينه اللي عندي دابا غادي ناخد وحده بوحده ونطلقها بالدلاك وندوزها في الماكينه في الجهه الرقيقه. اللي ما عندوش الماكينه يرققها غير بالدلاك مزيان وصافي. انا غادي نقطعها على شكل شريط وغادي نقطع واحد جوج ثلاثة أربعة وفي الخامسه نقطع ندير أربعة الفتحات في الوسط والخامسه نقطع كيف كتشوفوا في التصويره. وديك البقايا ديال العجينه ضروري ما نعاودو نديرهم في بلاستيك باش ما تيبش. انا شريت هاد الاله هادي من المغرب هادي راه كتهنيكم الناس اللي عايشه في المغرب شريها وديري بها ولكن هادي صغيره بزاف عطاتني شباكيه صغيره ديك الشيء علاش ما درتهاش. بالنسبه للبنات اللي مبتدئات شريوها راه كتنفع غير شريو نتوما الكبيره. هنايا في التشباك ديال الشباكيه كيف كتشوفوا راه ساهله ما تخافوش نهائيا منها. انا نعاود معكم وحده باش نشرح لكم شبكوها وتقدوها بيديكم وصافي. هانتوما عاد ناخذ العجينه ندير شريط على صبعي وشريط من تحت صبعي شريط فوق صبعي وشريط تحت صبعي على هذا الشكل. غيبقاو لي ديك جوج ودينات غادي نجمعهم ونقلب ديك الاشرطه على صبعي وديك الودينات نحشيهم في الوسط صافي ونقد لها الجنيبات نتكي عليهم مزيان الا بان لي شي جنب طويل نقص منه. هانتوما راه ساهله ما تخلعكمش نهائيا ديك الطريقه ديال الشباك. هانتوما واحد الفوق واحد لتحت كيجيوني ثلاثة فوق صبعي وجوج لتحت ديك الودينات ديما نجمعهم. وهانتوما كنقلب ديك الأشريطة على صبعي والودينات كنحشيهم في الوسط ونقاد لها الجنيبات. وبالنسبة للبنات اللي يلاه مبتدئات واخا ما تجيكمش مقادة وتجيكم عوجة ما عليهاش المهم ديرو شباكية ما تعكزوش عليها حسن ما تشريوها بعدا كتعرفو كتاكلو حاجة مزيانة. غادي نستمر انا بهذا الشكل حتى نسالي العجينه ديالي كلها وديك الشباكيه ضروري خصنا نخليوها حتى نساليو باش كتنشف هي كل ما نشفات حسن باش ما كتهرسناش بين نكونو كنطيبوها اولا تحل. وبالنسبه لديك البقايا ديال العجين اللي كتبقى لكم تقدر تيبس لكم مع في التالي وتبقى تعذبكم ما عاديش تبغى تطلق لكم مزيان تزيدوا معها شويه ديال الماء وعجنوها وليو خدموا بها صافي. انا من بعد ما ساليت الكميه ديال الشباكيه كلها شبكتها غادي ندوزو نقليو على عافيه متوسطه ضروري ما تجهدوش البوطه باش ما تحرق الشباكيه وتبقى من الداخل الخضراء. وكنقليها ونقلب بالفرشيط وحدايا مباشره العسل. انا كنوضعها في ديك الطبسيل وعاد كنحطها في العسل
باش ما تقطر ليش الزيت في العسل وتضيع لي العسل. خصني نخليها تعسل مزيان باش كتجينا مشاربه العسل وفتيه. كنبقى مستمره هكا كنقلي ونوضع في العسل، نقلي ونوضع في العسل حتى كنسالي كل شيء. فاش نقرب طيب لي هذيك اللي في الزيت نقرب نحيدها، كنحيد الاخرى من العسل كنوضعها في واحد الشبكه ولا كسكاس. من بعد ما ساليت هنايا كنوضع لها الزنجلان، وكنوضعها في طبق تخديم ولا في العلبه اللي غادي تحتفظوا بها، راه كتبقى مده طويله ما كتضيعش نهائيا ولا تيبس ولا يتحجر لنا العسل، كتجي رائعه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما وجدات، جات فنه كتحمق وفتيه كتدوب في الفم. هانتوما كتشوفوا راه غير منظر باينه ومبوقه من الداخل خاويه، جات لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها، راه ساهله ما على البنات، غير جربوها ان شاء الله. واخا ما عمركم درتوها غتصدق معاكم، وكيف قلت لكم تشباك المره الاولى ما تعرفولوش، الثانيه حتى تعلموا ان شاء الله. راه ساهل ماشي حاجه كبيره، حتى انا في الاول كنت كنخاف منها، دابا وليت كتجيني سهله. هانتوما فتحت لكم وحده من الداخل، شتي كي كتجي خاويه من الداخل كتذوب واعره رائعه جدا. نتمنى فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا نال إعجابكم ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير كيفاش جاكم وديرو جيم. تبقاو على خير، نهاركم مبروك. وسمحوا لي على الصوت ديالي هكا، راني عيانه مريضه، الله يشافيني. يلا تبقاو على خير، بسلامه.